بسم الله، نكمل باقي محاضراتنا على الفري ناس. طبعا انا بعتذر على الفترة الكبيرة اللي احنا ما سجلناش فيها محاضرات، معلش كنت مشغول جدا. فان شاء الله نكمل باقي السلسلة بتاعتنا، ونقدر تكون الشرح بتاعنا مستوفي. طبعا انا مبسوط جدا بالتعليقات اللي الناس كتبتها بسبب الكورس ده، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونكمل باقي الكورس ان شاء الله على خير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم بقى على ايه؟ على الفري ناس. هنتكلم على الفري ناس بقى. احنا المرة اللي فاتت واللي قبليها كنا واخدين الانترودكشن عنه، والمرة اللي قبليها كنا بنتكلم على الانستليشن. المرة دي ان شاء الله هنبدأ نتكلم على على الفري ناس بقى، من حيث بقى تيجي القوائم واحدة واحدة. اول حاجة عندي هنتكلم على اكاونت. هنتكلم على قائمة اكاونت، هناخدهم قائمة قائمة، وحاجة حاجة بالتفصيل يعني ان شاء الله. اول حاجة عندي هنتكلم على قائمة اكاونت. اكاونت دي لو جيت فتحتها كده، سواء جيت ضغطت هنا او ضغطت هنا، هتلاقي عندك حاجة اسمها جروب، وهتلاقي عندك حاجة اسمها يوزر. جروب هنا بقى لو انا عايز اعمل شير، والشير ده اخصصه لناس معينين كجروب، يعني زي اللي احنا بنعمله على الاكتيف دايركتوري يعني، ونخصصه عليه ان الناس دي تبقى مسموح لها بس الجروب ده ان هي تقدر تشوف الشير. طبعا الجروب لو انا قلت له اد جروب، هي باي ديفولت الجروب عندي بتبدا من 1000، من اول 1000 دي اسمها الجروب اي دي. والجروب اي دي دي اللي هي بتبقى رقم الجروب اللي عندي يعني. طيب نيم بتاع الجروب مثلا هسميها جروب اي تي، اللي هي الجروب بتاعت الاي تي. ماشي كده. طبعا اضافت لي الجروب بتاعت اللي هي جروب الاي تي. ماشي كده. طيب دي بالنسبة للجروب. طبعا الجروب دي طبعا ممكن اخلي فيها ممبر اي حاجة من الحاجات دي كلها يعني. لو انا كده جيت هنا وقلت له ميديفاي جروب، طبعا انا ممكن اغير اسمها تاني. لو قلت له ممبر، انا عايز مين اللي عايزه تبقى ممبر جوه الجروب دي. يعني انت مثلا لو انت عايز الجروب دي تبقى ادمنستريتور مثلا، عندك حاجة في جروب هنا اسمها ويل. طبعا انت ممكن هنا تبقى جروب، طبعا هي دبليو 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 اللي هي جروب الانترنت، او جروب البروكسي، او اي حاجة جروب من الجروب دي. دي يعني لو انا عايز اعمل ايه، تبقى ممبر اوف جروب تاني، يعني فيها جروب تاني مثلا، جروب اللي هو الدي اتش تي بي مثلا، جروب البيرن، جروب الكونسول، جروب الاف تي بي، جروب الجيمز، دي تبع الجروبات اللي هي فيها يعني. ماشي كده. تاني حاجة عندي اللي هي اليوزر. لو انا جيت هنا عند اليوزر قلت له اد يوزر، انا كده بضيف ايه؟ بضيف يوزر جديد عندي. في اليوزر ده يكون لي اكسس، لي حق الاكسس مثلا على اي فولدر عندي، او اي فايل، على حسب البرميشن اللي انا هديه له. طبعا اليوزر نيم بتاع الفولدر بتاع اليوزر ده، اليوزر نيم بتاعه اسمه يتسمى مثلا، اسميه اي اسم مثلا، ممكن اسميه احمد. هنا بقى ادي احنا سمينا اول حاجة اليوزر بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه احمد. طيب انا عندي حاجة اسمها ايه؟ اول حاجة عندي اللي هي اليوزر اي دي بتاعي، اللي هو الاي دي بتاعي. والاي دي ده بياخده كل يوزر عندي. وطبعا انا اوريدي عندي ان الرقم اليوزر بيبدأ عندي من 1000. عندي حاجة طبعا اليوزر نيم بتاعنا بسميه الاسم بتاع اليوزر عندي، ماكسيموم عندي يكون 16 كاركترز، ما يزيدش عن 16 كاركترز، والمينيموم عندي ما يقلش عن 8 كاركترز مثلا، او الماكسيموم عندي برضو تاني ممكن اقول لك ايه، هي فري ناس بتقول لك ان الماكسيموم ريكومند عندي تكون 8 كاركترز. بس خلي بالك ان ال 8 كاركترز دول ما ينفعش تحط فيهم اي حروف او رموز، ما ينفعش تحطها تحط فيها اي رموز. يعني انا مثلا لو عملت كده اكبر من او داش او اي حاجه مش هيقبله معايا. يعني مثلا كده لو قلت له استريك او اد او اي حاجه من الحروف دي، لو جيت سيفت مش هيسيف معايا. مش كده. عندي بعد كده عندي حاجه اسمها كرييت ا نيو برايمري جروب. برايمري جروب، الجروب دي اللي هي البرايمري
ودي الديفولت بتاعتي اللي هي الديفولت الجروب اللي عندي يعني. طبعا انا ما عنديش برايمري جروب قبل كده. طيب كرييت هوم دايركتور ان، يعني ايه كلمه كرييت هوم دايركتور ان؟ لو انا قلت له كده براوز، هو هنا ده الشير الاساسي عندي بالنسبه لي، او الفولدر الاساسي بالنسبه لي عندي، اللي هو اسمه الهوم دايركتوري، اللي هو السلاش، اللي هو السلاش. طبعا الشيل لو انا عايز اخليه يقدر ياكسس اي نوع من انواع الشيل، الفول نيم اللي انا هدي لليوزر ده فول نيم، هقول له مثلا احمد محمود مثلا. الايميل بتاعه اللي هو الايميل ادرس بتاعه الخاص بيه هو، يعني مثلا نقول ايه ان هو ده احمد at مثلا هوت ميل دوت كوم. طبعا الباسورد هنا بكتب له هنا الباسورد بتاعتي، طبعا هنا بقول له بيقول لك باسورد كونفرميشن، تأكيد الباسورد مثلا من 1 لـ 5. هنا بقى لو انا قلت له ديسيبل باسورد تو لوجن، لو انا قلت له كده ديسيبل باسورد تو لوجن، في الحالة دي هيعمل لي ايه؟ ان انا اول ما اجي اعمل لوجن اوثنتيكيشن، اما اجي اعمل اوثنتيكيشنز على الشير بتاعتي كده، مش هيطلب مني لوجن، يعني انا هقفل منه، بيقول لك ديسيبل باسورد لوجن، مش هتظهر لي كلمه اللوجن دي خالص، مش هتظهر لي كلمه اللوجن بتاعتي دي خالص. لو انا اخترت له اللوكال يوزر، اللوك يوزر، اللوك، واللوك يوزر دي بتشير لايه؟ بتشير ان اليوزر ده كده، ان انا كده لو قلت له لوك يبقى اليوزر ده مش هيفتح تاني، ان انا قفلته كده، هقفل عليه اليوزر. عندي حاجه اسمها مايكروسوفت اكونت، لو انا اخترت بص لي كده مايكروسوفت اكونت، يعني هو هيجي يفتح، اما يجي يفتح يعمل لوجن اليوزر ده، او يقدر ياكسس الشير بتاعه، هيأكسسه من عن طريق المايكروسوفت اكونت، يعني مثلا زي ايه اللي هو بدايته من اول ويندوز 8، ان كل واحد بيعمل طبعا اثنتيكيشن ما بينه وما بين الايميل بتاع مايكروسوفت، وهيقدر يفتحه لك عن طريق مايكروسوفت. طبعا ما تربطش نفسك بكلمه مايكروسوفت اكونت، عشان انت لو قفلتها على مايكروسوفت اكونت، انت لازم الفرينس ده يكون شايف انترنت، ولازم يكون لي اكسس على الايميل بتاعك. طبعا انت عايز تحطه تبع جروب ايه؟ الجروب اللي احنا لسه مكريتينها، اللي هي جروب الاي تي، تمام كده. طبعا ادي جروب الويل ده، دي جروب الويل اللي هي دي الادمنستريتور بتاعي، اللي هي الجروب الادمن بتاعي. طبعا لو قلت له ادفانسد مود، هنا لو انا عايز احط له ايه اس اس اتش بابليك شير بابليك كي، اقول له اوكي. طبعا هنا اليوزر بتاعنا لازم نقف على الدايركشن بتاعتي. طبعا هو برضه واقف عليها. هنا عندي حاجة اسمها الهايبر، عندي هنا البرميشن، معلش هنكنسلها وهنكريت يوزر تاني، هنسميه برضو احمد. طبعا ادي اللي هو الدايركتور بتاعتي، هنقول مثلا ده احمد عادل، الايميل بتاعي هنقول ان هو احمد at hotmail.com. الباسورد بتاعتي هنا هقوله من 1 لـ 5 مثلا. طبعا زي ما قلت لك، لو احنا قلت له ديسيبل، لو انا ببص قلت له ديسيبل لوجن، يبقى هو هيعمل ايه لما يجي يخش يعمل لوجن باليوزر نيم والباسورد في الشيرنج؟ مش هيطلع له كلمة الباسورد واليوزر نيم كريدنشال بتاعته، هدخله كده. لو انا قلت له ادفانسد مود، هتظهر لي هنا الهوم دايركتوري بتاعي ده، هيبقى واخد البرميشن بتاعه ايه عليه. طبعا المفروض يبقى واخد ريد ورايت، ياخد ريد ورايت على البرميشن بتاعه، اقول له سيف. اتكريت عندي اليوزر اهو.
يبقى انا اول حاجه خدناها النهارده ان شاء الله اتكلمنا على قائمه اكاونت، وقلت لك الاكاونت اللي انا عايز كاريت جروب بقى. الجروب بتاعي بيبدا من 1000، من 1001، من 1000، تمام كده. الجروب نيم بسمي الجروب بتاعتي، تمام كده. بعد كده لما باجي اكاريت يوزر باجي هنا بقول له ايه، اد يوزر. اليوزر بتاعي بديله طبعا، واليوزر اي دي بتاعي بيبدا من 1000، ده 1100، 1001. اليوزر نيم بتاعي الاسم ايه، طبعا هنا بقول له الفول نيم بتاعه، الايميل بتاعه، الباسورد، الكونفرميشن. بحط على انهي جروب. طبعا لو انا عندي مايكروسوفت اكاونت بعلم له على التشيك بوكس هنا، لو انا قلت له ادفانسد مود يبقى انا بيطلع لي هنا البرميشن اللي هيقدر عن طريقها هياخد عليها برميشن، هياخد ريد او رايت البرميشن اللي انا هديها له على الفولدر بتاعي. دي اول قائمة عندي اللي هي قائمة اكاونت، دي اول قائمة عندي اللي هي قائمة اكاونت. لو اتكلمنا على قائمة سيستم، لو جينا هنا وقفنا على قائمة سيستم، اول حاجة عندي في قائمة سيستم هتلاقي عندك حاجة اسمها سيستم انفورميشن. لو جينا هنا على قائمة سيستم هتلاقي عندك كلمة سيستم انفورميشن. السيستم انفورميشن بيقول لك ايه، الهوست نيم بتاعي ايه، الهوست نيم او اسم الدومين بتاعك او الاسم بتاعك اللي ظهر ايه. هقول له مثلا الاسم اللي عايزه يظهر لي، هقول له عايز اسميه مثلا htc.com. اوكي، بيقول لك ان انت البيلد بتاعك، ان الفريناس الفيرجن بتاعه كذا، البروسيسور بتاعك، البلاتفورم، البروسيسور بتاعك رقمه كذا، الميموري بتاعتك. طبعا احنا قلنا ان الريكومندد بتاع فريناس بتقول لك ان النسخه دي بالذات الريكومندد انزل لها 8 جيجا رامات. طبعا السيستم تايم بتاعي، الاب تايم بتاعي ان هو اتعمل من كام ساعه، اللود افريج. لو جيت هنا عند الجنرال، لو جيت هنا في جنرال، طبعا انا باي ديفولت انا فاتح بايه، فاتح ب اتش تي تي بي، يعني هو باكسس عن طريق البروتوكول اتش تي تي بي. لو انا عايز اخلي ان انا ما اجي اكسس اتش تي بي اس، ما اجي اكسس عندي اتش تي بي اس، يعني ايه اتش تي بي اس؟ يعني يكون عندي الترافيك بتاعي مشفر، الترافيك بتاعي مشفر، معمول له عمليه انكريبتد، عشان لو حد يعمل عليا اتاك او حد يعمل عليا سنيفنج مش هيقدر يوصل للشير بتاعي او الاكسس بتاعي، يقدر ياكسس عليا. طبعا هنا بقول له انا عايز اشغله على الاي بي ده. طبعا لو عندي سيرتيفيكت هشغله السيرتيفيكت من هنا. في الحاله دي انا هشتغل ببورت كام، 443. بيقول لك اللانجوج بتاعتك هتكون ايه، انجلش. طبعا هنا في لانجوج عربي بس ما تزعقش، حط اللانجوج العربي. بيقول لك تايم زون بتاعك، التايم زون اللي انت في منطقه، في منطقه ايه، اقول له احنا في افريقيا كايرو. بيقول لك السيس لوج فوليوم انفو، طبعا لو انا عشان يطلع لي اللوجات. لو انا عندي سيس لوج، عندي سيرفر بيلعب سيس لوج، بدخله له هنا. طبعا في الاخر اقول له ايه، سيف. طبعا هنا بيقول لك ايه، لو انا اخترت اتش تي تي بي اس سبيسيفايد ويز اوت سيرتيفيكيشن، يعني انت لازم يكون عندك سيرتيفيكت عشان نقدر نشغل لك ال اتش تي تي بي اس شرطا كده. طبعا عندي، لو انا عندي ان تي بي سيرفر، طبعا الان تي بي سيرفر كده عادي، عندي 3 ان تي بي سيرفر. لو انا عايز اضيف ان تي بي سيرفر جديد طبعا بدخله الادرس بتاعه، في الغالب بنحط الان تي بي بتاع فودافون هنا. يعني نيجي هنا السيستم تاني، انا واقفين على الجنرال. عندي حاجه اسمها ابلود كونفج، يعني انا لو انا عندي الكونفجريشن بتاعتي دي واخد منها نسخه، فانا بشاور له على البراوز كده وبقول له هي مكان الكونفجريشن بتاعتي فين. طيب لو انا طبعا بقول له ابلود، لو انا عايز اخد نسخه من الكونفجريشن بتاعتي دي فاقول له سيف، سيف كونفج، ماشي كده. طبعا لو انت عايز تعمل لها باسورد كي، ادي بيعمل اللي بيحفظها لي، ادي الداتابيز بتاعتي دوت دي بي اللي هو الكونفجريشن بتاعتي لو انا عايز اعمل كونفجريشن. طبعا احنا باي ديفولت بنلوج بايه، ب اتش تي تي بي، عشان انا لو انا عندي، لو عايز الوج ب اتش تي بي اس زي ما قلت لك لازم يكون عندك سيرتيفيكيشن. البوت، لو انا كده جيت هنا في قصه البوت، هو باي ديفولت عندي هتلاقي ان هو ايه، وانت بتفتح وهو بتبوت وبيقوم معاك السيرفر في الاول خالص، هتلاقي عندك بيقول لك ايه، فري ناس، ده ديفولت بوت، فري ناس ديفولت. دي ممكن تيجي هنا وتروح تقول له ايه، رينيم
ان انا عايزه ما بيجي يقوم خالص يقول لك ايه اتش تي سي مثلا، اتش تي سي كومباني. كومباني ان تظهر لي كلمه اتش تي سي كومباني دي في الاخر في الاول خالص، طبعا ما فيهاش سبيس، ممكن نعملها داش انما ما فيهاش سبيس. شايفين اتغيرت ازاي؟ اللي هي ايه اسم البوت اللي في الاخر اللي هو الديفولت بتاعي. طبعا انت لو عايز تكاري شكل بوت جديد ليك بالنسبه لك يظهر لك من الاول زي ايه بالظبط، انا بشبهها قصه ان هو يقدر يبوت لك يكريت لك نظام بوت في الاول زي بالظبط ايه اما الواحد بيكريت لنفسه في الويندوز مثلا كذا يوزر يدخل بيهم يعني. فهنا ممكن تكريت اكتر من شكل للبوت عندك عشان اما يجي يقدر ما يفتح من اول مره يقدر يجي لك على طول يظهر لك في الاول خالص يعني. طب نيجي نجربها. طب احنا عملنا كده كلمه ايه اتش سي كومباني، بص كده لو انا قلت له انا عايز اعمل ريبوت اقول له ريبوت، هنيجي نشوف كده ممكن اوقفها لكم اول لما يجي يوم. بص كده دي وقفتها قال لك ايه اتش تي سي ديش كومباني اللي احنا لسه مغيرينها دلوقتي في قصه البوت. طبعا اتعمل تاريخ انشاء السيرفر ده كان 31/3/2018 الساعه كذا يعني، ماشي كده. لو انا قلت له بوت هو طبعا باول يوم اتعمل في اتكريت فيه السيرفر بتاعك بيجيب لك تاريخ اتكريتة السيرفر بتاعي. طبعا بيقوم تاني معايا على السيستم كده اهي. السيستم كده خلاص بيقوم. لو انا جيت هنا بقى عملنا له ريفريش لسه مخلص. كده السيستم مهم خالص، حتى شوف ظهر لك اتش تي سي دوت كوم اللي هو الهوست نيم بتاعك اللي احنا لسه مغيرينه. عملنا البوت قلت له لوجن، كنا احنا واقفين فين في قصة البوت. طبعا هنا في البوت انت ممكن تعمل ايه تاني؟ اول حاجه هو جايب لك ايه هنا بيقول لك ايه الهيلث سايز بوت فوليوم كونديشنز هيلث سايز، ان انت كان مساحه الهارد بتاعك اللي هو 70 جيجا يوزد، انا مستخدم منه بس كان نازل عليه سيستم 841 ميجا ونص، يعني انت مش مكمل جيجا نازل عليه السيستم. يعني احنا خلي بالك يعني ممكن ننزل السيستم بتاعنا على فلاشه، ينفع ننزله على فلاشه ويشتغل من على الفلاشه. طيب انا عندي حاجة تانية، حاجة اسمها mirrored the boot device. عندي حاجة اسمها mirrored boot device، بس في لو انا قلت له
طبعا الستاتس بتاعت البوت بتاعي سيستم، ان انا اقدر اكريت عليه، اقدر اكريت ميرد بوت ديفايس، ان انا اقدر اشتغل اعمل بوتينج من اكتر من ديفايس عندي، يعني اقدر اعمل اكتر من بوت من اكتر من ديفايس. طبعا هنا بيقول لك ايه، اوتوماتيك سكرايب انترفال ان دايز، يعني هو كل 7 ايام بيعمل ريفريش لنفسه. لو جيت هنا في ادفانسد بقى، في ادفانسد لو خدنا اول واحده في ادفانسد اللي هو شو تكست كونسول، اول حاجه عندي اللي هي شو تكست كونسول ويز ذا ان باسورد تمبت برومبت. يعني ايه في الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي اما بيظهر لي الباسورد اما اجي اخش على البرومبت، البرومبت اللي هي ايه، سي ام دي برومبت، بس خلي بالك هنا كونسول، اما اجي ابعتهم لي ظهرهم لي في تكست، اما اجي ادخل كونسول. يعني عندي حاجه اسمها يوز سيريال كونسول، لو انا عايز اخش، طبعا انا لو الكلام ده على ديفايس على سيرفر وانا منزل عليه الفري ناس، فانا اقول لك ايه، يوز سيريال كونسول، لو انا عايز اشتغل بالسيريال كونسول بتاعي الكابل كونسول. عندي حاجه اسمها سيريال بورت ادرس، البورت اللي انت هتشتغل عليه، رقم البورت اللي انت بتشتغل عليه اللي هو السيريال بورت. عندي حاجه اسمها سيريال بورت سبيد، يعني لما اجي ادخل عليها، لما اجي ادخل تيل نت او ادخل بالكونسول عندي على الاس اس اتش، دي سرعه لما اجي افتح البوتي او بفتح الهايبر تيرمينال او السكيور سي ار تي، اللي هو ما بيشتغلش على سرعه 9600. طبعا عندي سرعات كتيره اللي هي سرعه اللوجن بتاعتي، بس هو ما بيرتاحش الا على 9600. عندي حاجه اسمها انيبل سكرين سيفر، لو انا علمت على التشيك بوكس ده يبقى كده هيشغل السكرين سيفر. ايه السكرين سيفر؟ اللي احنا عارفينها بتاعت الويندوز، ان هيشغل لك ايه، ان بعد فتره معينه يتعمل لك اوف لوحديه. عندي بقى اللي هي سويب سايز تو اتش درايف ان جيجا بايت، ان انت هنا ايه، يعني انت هنا وانت بتكريت الهاردات بتاعتك تبقى عندك عدد مسموح بيه بالجيجا بايت. يعني عندي بقى شو كونسول مسجنج ان ذا فوتر، هنا بيقول لك ايه، لحظه، نيجي نكمل مع بعضينا. طبعا انا لو قلت له هنا اللي هو شو ادفانسد فايندنج باي ديفولت، لو انا علمت له على التشيك بوكس ده يبقى السيرفر الجي اي بتاعي ده بخش في الادفانسد مود بتاعه، في البوتن بتاعه، في الاديشنال، وانا اقدر اشوف ادفانسد شو في حاجه عندي لو انا قلت له اللي هو ادفانسد فوتر. يعني لو انا قلت له انيبل ديباج الكيرنل، اعمل لي عمليه ديباج، عملية الديباج دي اللي هو يطلع لي الايرور فيها، بس طبعا خلي بالك الديباج دي بتاخد ريسورسز عالية جدا جدا. يعني لو انا قلت له هنا ان انا عايز، ممكن اغير هنا، ممكن تغير رسالة الترحيب اللي بتقول لك ويلكم تو فري ناس، انا ممكن اغيرها بأي حاجة تاني، يوزر فولي كواليفايد فور لوجن، انا ممكن اغير شكل اللوجن بتاعتي، ممكن اخليها هنا فولي كواليفايد، لو انا عايز ادخل اسم بقى كاملة، لو انا عندي هنا الريموت جرافيكال يوزر هوست نيم، لو انا علمت عليها كده ان انا ممكن اقدر ادخل عن طريق ويب، ممكن اقول له بدل ما هنا 172 20 20 203، لا في الحاله دي انا ممكن اروح ادخل له اسم ويب سايت عندي، ممكن ادخل له اسم ويب سايت عندي، تمام كده. طبعا هنا البرودكت نوتيفيكيشنز يوزر، طبعا اللي هو مين روت عندي، او طبعا لو انا عايز ادخل يوزر معين ان هو يتحكم في قصه السي بي يو، هنا اسف، اللي هي النوتيفيكيشنز دي اللي هتعمل لك ايه، دي اللي هتطلع لي ايميلات طبعا لو انا ذكرت اليوزر هنا، اليوزر ده هيطلع له ايميلات باي نوتيفيكيشنز هتحصل جوه السيستم بتاعتي. طبعا هنا ريبورت البروسيسور، هنا لو في حصلت اي حاجه على البروسيسور يبعت لك بيها ايميل على طول.
طبعا ايميل انا بدخله الايميل بتاعي، طبعا ده الايميل الديفولت. لو انا عندي بقى ايميل، عندي تشين سيرفر، فانا بدخله الاوت جوينج ميل سيرفر، بدخله الميل سيرفر بتاعي، بدخله الايميل، وبدخله طبعا لو انا هشتغل باس اس اتش او تي ال اس، وبدخله اليوزر نيم والباسورد بتوعي. عندي سيستم داتا سيت، عندي حاجه اسمها سيستم داتا سيت. السيستم داتا سيت دي بتعمل ايه؟ طبعا هنا لو انا عندي بقى في قصه في البوتينج هنا، ان هو لو انا عندي اسف لو انا عندي هنا في البول بيطلع لي هنا زي لوجات ليها لو حصلت اي حاجه في البوله بتاعت السيرفر عندي. طبعا هنا لو عندي ابديت، لو انا هقول له ممكن اقول له مانوال ابديت، لو مانوال ابديت لو انا عندي الابديت منزله على شكل فايل، او لو انا موصله بانترنت السيرفر بتاعي هقول له تشيك ناو، هيبدا يعمل لك ايه؟ طبعا هنا ايه عشان مش واصل بانترنت، هيبدا يعمل ايه؟ يبدا ينزل لك في الابديت بتاعه. عندي حاجه اسمها كلاود كريدنشال، لو انا قلت له اد كلاود كريدنشال يبقى في الحاله دي انا بقول لك ايه، انا لو انا عندي كلاودنج بره خارجي، بيقول لك حتى البروفايدر مين، انا واخد كلاود ستورج من بره من امازون مثلا او اجور او باك بلاز او جوجل كلاود، اي حاجه من دول مثلا، بدخل له الكي اكسس بتاعتي والسيكريت كي، وبدخل له الاكونت نمبر بتاعي، وهو بيعمل لك سينكرونايز ما بين الفري ناس وما بين الكلاود، يعني بياخد لك الحاجه دايركت من هنا لهناك لو انت عايز تعمل سينكينج ما بين الاثنين. الارت سيرفيس هنا بقى لو عندها اي حاجه حصل عندك في السيرفيس عندك، بيقدر يعمل لك بيها اليرت. لو انت يعني ايه اليرت؟ يعني يطلع لك بيها زي انذار كده لو حصلت اي حاجه عندك في السيرفيس عندك يعني، تمام كده. طبعا بعد كده عندي السي اي، لو انا هكريت سيرتيفيكيشن بتاعتي، هكريت سيرتيفيكيشن عندي زي ازاي؟ اقول له مثلا كرييت انترنال سي اي، بدخل له هنا مثلا الايدنتيفاير، اقول له مثلا اسميها اتش تي سي، الكي لينس بتاعتي هي هتعملها 1024 ولا 2048 ولا 4096. هنا هيبقى الالجوريزم بتاعك اللي هيشفر عندك تشا 1 وتشا 224 وتشا 256 وتشا 384 وعندك تشا 512. طبعا ده معدلات تشفير، ده كله معدلات تشفير، بيعمل عمليه انكريبتد ليها. طبعا لايف تايم بتبقى 10 سنين، 3650 يوم، يعني دي 10 سنين. هنا الكونتري بدخله بقى ايه الدوله بتاعتك، دخل ايجيبت. هنا الاستيت هنقول له مثلا احنا في كايرو، اللوكيشن احنا في كايرو، الاورجنايزيشن بتاعتنا اسمها اتش تي سي، الايميل بتاعك الايميل ادرس هتقول له مثلا ايه انفو ات اتش تي سي دوت كوم مثلا، الكومن نيم سميه اتش تي سي، بنقول له ايه اوكي. انا كده كريت ايه سيرتيفيكت انترنال سيرتيفيكيشن عندي. لو انا جيت هنا في جنرال قلت له هنا سيرتيفيكت، طبعا هو لسه ما عرفهاش يعني، ماشي. عندي حاجه اسمها كريت انترميديا سيرتيفيكت، يعني سيرتيفيكيشن متوسطه. طبعا هو بيعتمد ان انا بشفر على السيرتيفيكت القديمه. ايدنتيفاير هقول له اتش تي سي، انا بكري دلوقتي سيرتيفيكيشن، طبعا هو بياخد كل الداتا بتاعتي اللي موجوده قبل كده، اقول له اوكي. طبعا بيقول لك ان السيرتيفيكت دي اكزيستنج نيم موجوده قبل كده، هنقول له داش سي اي مثلا. يبقى انا دلوقتي كريت سيرتيفيكيشن، سيرتيفيكت انترنال وسيرتيفيكت انترميديا. خلي بالك سي اي سيرتيفيكت اوثوريتي، سيرتيفيكيشن اوثوريتي. طبعا هنا الساينج سي ار، ان هي لو انا هعملها سي ار عندي، عندي طبعا برايفت كي وادي البابليك كي، ده الاكسبورت لو انا عايز اخرج السيرتيفيكيشن بتاعتي، لو انا عايز اخرج السيرتيفيكت عشان اقدر اكسس بيها طبعا البرايفت كي، برايفت كي بتاع السيرتيفيكت اللي احنا لسه عاملينها، لو انا عايز ادليتها اقول له ديليت. احنا عايزين بس نشوفها في جنرال كده،
انا قلت له اتش تي بي اس. هنا سيرتيفيكيت، هنا برضو نفس الكلام اللي احنا عملناه لكريت انترنال سيرتيفيكيت، بيقول لك ساين سيرتيفيكيت اثوريتي. هنشتغل مثلا على اتش دي سي، كل الداتا اللي عندي ايه، اقول له اتش دي سي داش سي اي الفيلد، هنقول له اتش دي سي كومباني، هنقول له اوكي. طبعا ما فيهاش سبيس، ادي السيرتيفيكت بتاعتي، كريتني سيرتيفيكت. المفروض بقى تحنالي لو جينا هنا نقول له اتش تي بي اس، ادي السيرتيفيكت كومباني اهي، هشغلها على الاي بي ده ماشي كده. طبعا هنقول احنا افريكا كايرو. هنا الكيبورد بتاعتي هتكون ايه، انا اقول له ان هي يونايتد ستيتس اوف امريكا، ماشي كده. اقول له سيف. خلي بالك ان هو الجو اي بيعمل لك، هيعمل لك ريستارت. يعني احنا دلوقتي بدل ما بندخل اتش تي بي هندخل اتش تي بي اس. يعني دلوقتي لو جيت تدخل اتش تي بي هيقول لك بص، جاب لك سيرتيفيكيشن، هتقول له ادفانسد، هتقول له اكسبت دي، هنقول له كونفيرم. واصبح دلوقتي ان انا باجي جيت ادخل ب اتش تي بي اس مش اتش تي بي. يعني اصبح دلوقتي ان انا اللوجن بتاعي مشفر، اللوجن بتاعي اتش تي بي اس مش اتش تي بي. انا شغال دلوقتي بورت 443. احنا كريتنا سيرتيفيكت، جيت هنا وكريت له اتش دي سي اللي هو عندك، كريت له اول حاجه الانترنال كده، كريت له الانترميديا. بعد كده رحت قلت له كريت سيرتيفيكت وادي سيرتيفيكيشن، قلت له طبعا انا ممكن اقول له امبورت لو انا هطلعها بره، انا هجيب حاجه من بره. اعده كريت انترنال سيرتيفيكت لو انا عايز اكريت سيرتيفيكت تاني. دي كريت ساين ان ريكويست لو انا بقى هرفعها على ريكويست وهشتريها من بره يعني. طبعا انا ممكن السيرتيفيكت دي اروح اقول له ايه اكسبورت، اخرجها بره زي ما احنا قلنا له كده اكسبورت، انا كده خرجتها. ممكن بقى اروح اعمل ايه، انا خرجت السيرتيفيكيشن عندي، خرجتها لحد فين، اقول له اكسبورت. طبعا هو ايه نزلها لي هنا. ممكن اجي هنا بقى اخي اجيب السيرتيفيكت دي وادخلها على الدومين كنترول، ان الدومين كنترول يقدر يوزعها في المكان كله. طبعا انا ممكن اقول له ايه برضه، اقول له ممكن اقول له انستول سيرتيفيكت، اقول له اوبن. طبعا اقول له بيقول لك عندك كارنت يوزر ولا لوكال ماشين، اقول له مثلا كارنت يوزر، اليوزر ده اوتوماتيكلي. طبعا اقول له سيرتيفيكت سايت فينش، طبعا اقول لك ايه سكسسفول. لو انا حبيت ادخل تاني طبعا سيف السيرتيفيكيشن، ماشي كده. يبقى احنا خلصنا سيرتيفيكت. لو جينا هنا عند كلمه سبورت، سبورت هنا بقى تيه انت بتعمل ايه، بتدخل يوزر نيم والباسورد بتوعك، بتقول لك التايب بتاعي هنا اللي هعمل ريجستريشن بقى عندهم هناك في فري ناس عشان يقدروا يخشوا عندي سبورت، ولو في ايشو عندي يقدروا يحلوه لي. طبعا انا بدخل الباسورد، اليوزر نيم والباسورد، التايب بتاعتي، هل باج ولا فيتشرز عندي موجوده، السبجكت بتاعتي ايه، الديسكريبشنز بتاعتي، ولو في اي حاجه اعمل لها اتاتش اقول له سبميت، ان هو هتروح دلوقتي لفري ناس ولو في مشكله عندك هيقدروا يحلوها ليك. دي اول حلقه، دي الحلقه دي النهارده هنكتفي بكده. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على ايه، اتكلمنا على اكونت، اتكلمنا على سيستم، خدنا الانفورميشن ان احنا قدرنا نغير الهوست نيم، وده البروسيسور بتاعك ده، دخلنا في جنرال قدرنا نغيرنا البروتوكول بتاعه من اتش تي بي، خلينا اتش تي بي اس، نزلناه بسيرتيفيكيشن، عملنا له ان هو يشتغل بالاي بي اللي هو 172.20.20.203، ان هي اصبح دلوقتي الترافيك بتاع سكيور شغال ببورت 443 تمام كده. البوت غيرت له البوت بتاعي الادفانسد، قلت لك الادفانسد بتاعي اللي هي ممكن اغير له هنا
الويلكم تو فري ناس، ممكن اغير من هنا الفول كواليفايد اللوجن، ان انا بدل ما بعمل لوجن بروت لا يقول لك ايه روت ات مثلا اتش تي سي دوت كوم لو حسب الدومين بتاعي. هنا لو انا عايز اعمل له ريبوت، عايز اطلع ريبورتات للسي بي يو لو في اي مشكله، ريموت جرافيكال سيرفر هوست نيم، انا هقول له ايه ان انت دلوقتي لما تيجي تعمل لوجن بدل ما بتعمل لوجن بالاي بي لا ممكن نعمل لوجن بالنيم بتاعي. طبعا هنا السيريال بورت السرعه بتاعته اللي انا بشتغل بيها، الايميل انا بدخله لو عندي اكستشينج سيرفر بدخله الايميل بتاعي، وبدخل الاوت جوينج سيرفر اللي هو مسؤول عن الاكستشينج. البورت بتاعي بيشتغل بورت 25 بيعني عشان يعمل لك سند، طبعا شغال اس اس اتش او ال. طبعا دي فايده الايميل ايه يا جماعه؟ هنا فايده الايميل هنا لو حصلت اي حاجه عندك في الفريناس يبعت لك ايميل كالارم ليك يعني، تمام كده. طبعا اتكلمنا على الكلاود، اتكلمنا على الابديت، قلنا لك الابديت ده لو انا عايز اعمل له يخليه ياخد ابديت اوتوماتيك دلوقتي من الشبكه بتاعتي. هقول الكلاود كريدنشال لو انا عايز اخليه يعمل سينكرونايز ما بين الفري ناس هنا وما بين الكلاود بتاعي اللي انا شاريه من بره اللي هو مثلا على امازون او على جوجل درايف او اي حاجه. هنا اليرت لو عندك اي مشكله في السيستم عندك يبعت لك بيها اليرت او اليرت. عندي هنا عندي بكاريت سيرتيفيكيشن السبورت. هنكتفي بالمحاضره كده النهارده عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، وان شاء الله المحاضره الجايه هنخش على التاسكس والنتورك ان شاء الله. سلام.